السوشيال ميديا هذه انا ما تعنينيش سانسيرمون باسكو باش تقدم حاجه في لي ريزو سوسيو فيرتوييل انا ما نامنش بها. لما نتكلم عن المسرح انا المسرح نتامن به على الركح على الركح لان المسرح احساس روح ماهوش صوره وماهوش اضاءه فقط. يعني الانسان لازم يكون الاحساس يمشي ديريكتومون للجمهور. فانا الافتراضي يبقى افتراضي طبعا.